هو كثير من الأسئلة بيدور في محور ما يحدث في العراق وفي سوريا. وفي كلمة يعني مجملة حتى لا أطيل، ظني بأن الله تبارك وتعالى يعد الأرض لحدث جلل. هذا الحدث الجلل وعدنا ربنا تعالى به حتى ولو بعد حين، حتى ولو بعد حين. فالأمور الجلل لا تأتي إلا بعد عظم المصائب، كما أن نور الفجر لا ينفلق إلا بعد اشتداد الظلمة، فكذلك دماء المسلمين الأنهار التي تجري في العراق وفي سوريا، لا تجري في العراق وفي سوريا فقط، بل هناك في بورما وفي تايلاند وفي كشمير وفي جنوب الفلبين، في أماكن كثيرة في العالم، ونحن هنا لا نسمع شيئا. دماء المسلمين تجري أنهارا، وهذا الأمر لا يرضي الرب سبحانه وتعالى. وفي الوقت نفسه المسلمون لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، حيل بينهم وبين النصرة والنجدة، حتى إن بعضهم لو أراد أن يفعل ذلك فعله من غير ترتيب، وفعله بتهور شديد، مما يؤدي إلى كثير من المصائب والطوام، كما يحدث مع داعش وغيرها. فداعش الرافضة تسلطوا على أهل السنة في العراق، نتصور أنهم قتلوا مثلا 100 من أهل السنة وفجروا ب100 من النساء، فأتت داعش كي تحمي النساء وكي تحمي المسلمين من بطش الرافضة. ما الذي حدث؟ سويت الأرض بأهل السنة وقتل الآلاف، وقتل الآلاف من الرجال والنساء. وأين داعش؟ فروا وتركوا البلاد أمام الجيوش الرافضية والميليشيات المتعصبة. زي بالضبط، واحد مع ناس، واحد مع ناس، والناس دول بياكلوا مستريحين، بس جه حرام يفط عليهم ضربهم جزئين إلا وسرق فلوسهم، خلاص في هناك ضابع. فقعد ان هو يشاور للضبع، تعالى يا ضبع ما تقدرش علينا، انت لو جيت هنا سننتقم منك وما الى ذلك. راح الضبع هاجم عليهم واكل 20-30 نفر. ايها اشد شرا، سرقة المال وقتل واحد ولا قتل الكثير؟ المسألة لا ينبغي ان تقاس بالعاطفة السريعة، ولا ان تقاس بأمر غير منضبط، ولكن لنا أن نعلم بأن النجاة أن يتعلم الناس دينهم، أن يتعلم الناس دينهم، وأن يقتفوا أثر هدي نبيهم، وأن يكونوا كأسلافهم الذين من الله تعالى عليهم من قبل. فإذا ما وقع بنا كما وقع لغيرنا، استطعنا أن نصد، واستطعنا أن نقاوم وأن ندفع. لكن الآن المسلمون متفرقون، سبحان الله. إذا نحن نطلب ونطالب الإخوة جميعا أن يجتهدوا في معرفة العلم الشرعي، وفي معرفة الحلال والحرام، وفي معرفة ما يقربهم إلى الله سبحانه، وأن يدربوا أنفسهم على طاعة الله، وأن يتلاينوا فيما بينهم، وأن يتحابوا فيما بينهم، لا سيما أصحاب الهم الواحد والرسالة الواحدة والجهد الواحد. فإذا نزل بساحتنا العدو فإن لكل حدث حديث. إذا أنا كده أجبت عن تقريبا كل الأسئلة التي مضت.